السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. بعد ما نزلت الفيديو بتاع وصولي للمغرب، في ناس سألت عن الإجراءات بالتفصيل، عن لحظة ما بتدخل المطار لغاية ما بتدخل المغرب أو بتعدي الجوازات بتاعة المغرب. هنبدأ مع بعض، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه ان انت دايما لازم تكون عندك البي سي ار والسيروجيكال تيست، يكون مطبوعين على الاقل مرتين، يعني معاك نسختين منهم مطبوعين، ويكون معاك نسخه على التليفون كمان احتياطي. دي حاجه. الحاجه التانيه طبعا غير التذكره بتاعتك، ولو انت حاجز فندق بيكون معاك برضو حجز الفندق. دي اول حاجه، لان انت اول ما بتيجي تدخل المطار اللي انت جاي منه، البلد الدولة اللي انت قادم منها، اول ما بتوصل للكاونتر او المكان اللي بتوزن فيه الشنط بيطلب منك التحليلين بتوع الدم والتحليل بتاع البي سي ار. اول ما بتخلص التحليلين دول بيشوفهم وبيطمن ان انت معاك جاهز ان انت تسافر، بياخد منك الشنط ويديك طبعا التيكت بتاع البوردنج بتاع دخول الطيارة. طبعا بتعدي الجوازات عادي خالص، وبيبقى طبعا بتكون مخلص الجمارك قبلها اكيد، وبتدخل الطيارة عادي. طبعا إذا أنت مصري أو أي جنسية غير مغربية، لو أنت مسافر عن طريق تركيا، يعني نازل ترانزيت اسطنبول، ترانزيت اسطنبول معروف إن هو بيبقى طويل أكتر من 20 ساعة، بيبقى 24 ساعة خلال اليوم يعني. فبالنسبة للمصريين أو أي جنسية مش مسموح لها الدخول بفيزا، يعني مش مسموح لها إنها تدخل تركيا، لازم بيكون عامل التيست ده اللي هو السيرجيكال تيست ده، يعمله في اي في البلد اللي هو موجود فيها، ومفيش قدامه غير كده، هم كده كده بيقبلوها وخلاص، رغم ان هو مده الصلاحيه بتاعته 24 ساعه، ولكنهم بيقبلوه يعني عادي مفيش مشكله. لو تقدر تخلي معمل التحاليل بتاعك يمد فيه الصلاحيه، مفيش يبقى افضل بالنسبه لك. دي بالنسبه للنقطه الاولانيه، اذا انت طبعا مغربي او اي جنسيه مسموح لها انها تدخل بتأشيرة أو بتأشيرة ترانزيت لداخل اسطنبول، فده بيديك بتروح لحاجة اسمها ترانزيت ديسك، بيديك هناك الورقة اللي هي تسمح لك إن أنت تدخل وتعدي المطار. طبعا بتستلم، معرفش بتستلم شنطك أو لأ، لأن أنا صراحة ما تعرضتش للنقطة دي، ولكن بتسأل في الترانزيت ديسك، هو بيقول لك إن كنت هتاخد الشنط بتستلمها، أو هي بتتحول أوتوماتيك على الرحلة اللي بعدها اللي أنت مسافر عليها في تاني في الترانزيت. مجرد ما بتدخل المغرب بيطلبوا منك نفس الاوراق دي، بتسلمها وبتعدي عادي خالص مفيش اي مشكلة. ده بالنسبة للترانزيت. طيب بالنسبة للناس اللي هي المصريين او كده، لما بيوصل مطار زي اسطنبول ما بيبقاش قدامه ان هو يخرج، يا اما هيبات او هيقعد ال 24 ساعة في اي مكان يقعد ينتظر، طبعا بيبقى مكلف شوية او مهلك شوية، الوقت ده طويل جدا، او بيحجز في اللونج او في فندق داخلي في المطار ممكن يبات فيه، بس الليلة غالية شوية بحوالي 170 يورو تقريبا، 100 بالظبط 173 يورو الليلة هناك. فطبعا يعني حاجة طبعا ترجع للشخص اللي عايز يحجز أو ما يحجزش، دي ترجع له هو. فهي دي الإجهاد في كده. بس الناس اللي جاية من بعد تقريبا شهر 10، أعتقد إن هيبقى الإماراتية والقطرية اشتغلوا، فهيبقى الترانزيت أسهل بكتير من دلوقتي، ويمكن كمان مصر الطيران تكون أسهل دلوقتي، لأن دلوقتي مش متاح غير إن أنت تنزل اسطنبول، بعدين من اسطنبول يا إما بتيجي مباشر على المغرب، أو بتروح البرتغال أو إيطاليا أو فرنسا، وبعدين تيجي كازابلانكا أو المغرب. نفس الكلام بالنسبة لو انت جاي من الدوحة او من الاماراتية او كده، من دبي او من القاهرة، لازم تروح الاول لاي دولة اوروبية وبعدين تدخل لكده. الناس اللي هي المصريين او كده ما انصحش تماما، لان انت لازم يكون معاك شنجن، مفيش حاجة اسمها ترانزيت اوروبا من غير شنجن، حتى لو ترانزيت بيطلبوا منك الشنجن، فعشان ما تدفعش فلوس تذكرة وتروح عليك او تخسر حتى مصاريف التحويل، او ان انت تكنسل الاوردر بتاع التذكره نفسها يعني. ده بالنسبه للنقطه دي، اتمنى ان شاء الله تكون وضحت المعلومات، واذا في اي استفسار تاني حطوه في الكومنتس بتاع التعليقات في الفيديو، وان شاء الله نرد عليها، وربنا يوصل كل واحد لاهله بالسلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.